السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بزاف راهم يسقسوني على السلطه واش راني نحط لها هذاك اللون البنفسجي لا كولور فيولي اللي راني نديرها في الديكور نتاع السلطه. هذا هو اللون البنفسجي، هذا عباره عن كرومب بنفسجي ولا لو شو فيولي. هاو يتباع الله اعلم 4000 5000 الكيلو، كل واحد شحال يحسب فيه. بيان سور لو شو هذا نحيولو لي في الفوقانيين برك، نغسلو غير من الفوق برك، نغسلو هادي تنحيلو هادو لي دو فاي وتغسلي هادي الحبه مليح من الفوق بيان سيغ بالخل، ومن بعد نقطعوه قطع صغيره هكذا كيما راكم تشوفوا، قطع صغيره قطع عشوائيه همجيه قطع هكذا. من المستحسن نقل من هذه شويه باش ما تكسروش الروبوت تاعكم. ومن بعد نلحوه لهنايا في الرحيوه هذه اليدويه، هذا الرحيوه تاع 150000 ولا 250000 استغفر الله يا ربي، كاين هذوك تاع 150 وكاين تاع 250. رحيها باش تحصلي على كيما نقولوا على خليط بنفسجي لونه شباب. هذه هي، ودوك نكمل لكم كي تكمل عيشة الرحيه. دوكا ندخلو شويه نتاع الثوم، هكذا معليش ندير بيدي فوالا، شويه نتاع الثوم برك على حسب الذوق نتاعكم. ديروا له شويه ثوم تخلطوه معاه، انا نسيت مع الاول ما درتوش. ديري عيشه فوالا، انا تحصلنا على الخليط هذا المتجانس فوالا. من بعد ديروا له غير شويه اللي حب باش تروح له الحروقيه هذه. انا ما نكذبش عليكم ما ندير له والو اضافات، نديروا لاصوص فينيغرات مع الاخر كي نكون في الاعراس باش ما يروحلوش اللون نتاعو. نتوما في الدار كاضافه باش تروح لكم الحموضه هذا واش يقولوا الحروقيه هذيك، ديروا له شويه نتاع السكر. هذه هي شويه نتاع السكر بيان سيغ القارص مع الاخر هذه باش ما يروح لكمش اللون الجميل هذا. الثوم تقدروا ديروه في هذه المرحله والسكر في هذه المرحله، بصح القارص ولا لاصوص فينيغرا تخلوها حتى كما نقولوا اخر شيء اخر مرحله. الجزر لهنايا الكميه نتاع الجزر نتاعنا على حساب العرس، احنا في 100 شخص نسحقوا 3 حتى 4 كيلو على حساب الكميه اللي ديريها. في 100 شخص نسحقوا 3 كيلو ولا 4 كيلو نتاع الجزر كيما قلنا على حساب الديكور اللي راح ديريه. على حساب الجزر تقدري ديريه خضر كيما يقولوا كرو، وتقدري ديريه هكذا طايب على البخار. من المستحسن على البخار الا ما عندكش الامكانيات عزيزتي ديريه فوق، ديريه يغلي في الماء. هنا ديرتو على البخار، كنا مغلفينه بالسيلوفان ودركا الفيلم الغذائي، ودركا رانا نحينا له الاخر السيلوفان تاعو. يا حلال الزوالي عيش علي فيلمي اشوفو. المهم بعثنا عيشة شردنا البطاطا بارك الله فيك عيشة، صبت على 7000 ربي فرج علينا جميعا سورتو على الزوالي كما قالت عيشة. هنا البطراف راهو طايب الله يبارك طايب مليح، طيبنا في كوكوطا في طنجرة في الضغط. انا وريت لكم كيفاش طيبوا البطراف باش يحافظ على اللون هذا، ما قشرناش وري لهم سمية القشره شوفوا تنحفاسين باسكو نعرفوا السيدات الله يبارك شاطرات يعرفوا، بصح الاوانس اللي مازالوا صغيرات ويتعلموا الفتيات الصغيرات رانا نوروا لهم ما تنحوش القشره حتى كيطيب البطراف. بيان سور تغسليه مليح، تغسليه من التراب تاعو وديريه يغلي. حبيتي ديري الملح حبيتي ما ديريش الملح، يعني ما يقاردي اللون هذا ما تكثريلوش الماء فقط. هاني وريت لكم كيفاش نطيبوا البطراف في فيديو نتاع كيف نحافظ على لون الشمندر، هكذا كتبي كيفيه المحافظه على لون الشمندر. دوك نوريكم ورده الشمندر، نخيروا الحبات الكبيره نتاع البطراف للشمندر، خيروا الحبات. حبيتي تحصلي على ورده كبيره لازم تخيري حبات كبيره، كي طيبيها في الكوكوطه يعني طيب لك ما شاء الله. حبات صغيره ما تحصليش على ورده شابه. انا كاين اعرس اللي الله غالب يجيبوا لي روحي من عيشه هكذاك ما يجيبوا لي حبات صغار. شوفوا المهم دوك نبدا بسم الله. عندي الحبات تاع البطراف تكون بهذا الشكل، بسم الله تكون هكذا بهذا الشكل تكون مدوره. هذا هو هنايا هذا هو راسها
تيا تقطعيها وين راسها، هكذا تقطعيها في الوسط وين راسها باش نتحصلوا على نصفين متساويين، قطعتين متساويتين. هكذا دوكا نبداو بسم الله باش نشكلوا البيتيلات نتاع الورده نحو هذا لو بو، هذا الجانب هذا نحو باسكو يجي حرش شويه، يجي عاصي قاسي. بسم الله هاي باينه مليح عيشه. نبداو نقطعوا ورقات صغيره ونسيبارو نفصل الشرائح هذه، نفصلها عن القطعه. الشرائح هذه يعني نفصل فيها، شوفوا راهي مفصوله عن القطعه. كاين اللي يشوفوني نقطع يحسبوها بلي راني نقطع للنص، لا لا هذه شرائح راهي مفصوله. قطعيها هكذا بلا ما تخافي، انا راني نقطع يعني راني نصور ونقطع، ماشي نقطع يعني بالرياحيه كالمعتاد، وراني نشرح ونسيكش معلومه تغيب لي. المهم راكم تشوفوا في البطراف تاعي مازال سخون، خفت عاد من بعد نبدا نخدم ننسى ما نصور لكمش. خلوه يبرد شويه، من المستحسن يبرد ولا يعني يبات. انا دي فوا كي كنت ندي معايا بطراف واجد يساعدني خير، نطيبو في داري ونديه واجد ولا غير يساعدني خير في العمل تاعو، يسهل لي العمل. مي بصح هكذا كي نكونوا يعني في الاعراس مزروبين ولا معليش. المهم بالعقل بالعقل، بعض الاوانيس بسم الله نبداو نفتحو. شتو هذو البيتيلات ولا الشرائح نبداو نمشو فيهم. كاين يعني طريقتين، دوك نوريكم الطريقه الاولى. انا الطريقه المعتمده عندي كاين طريقتين. هبط الموش بيان سور اللي تصيبوها، تصيبوا هذوك الزوائد ولا نحوهم، مشيها مشيها طوليها كيما نقولوا. مشي الشرائح هذوك تكون وحده متلاصقه مع اختها، وحده شاده في يد اختها. راكم تشوفوا بسم الله، وتبداي تلوي بهذا الشكل هكذاك، شكل يعني شكل سهل، طريقه سهله وبليتو. راكم تشوفوا تتشكلكم الورده بسهوله. امشي وهذوك الاخرين طوليهم، بقيت تلوي فيهم وتدوري، دخلي هنا الجوانب حتى يعني كيفاش يقولوا تنحالك، عاودي سقميها باختها. دوكا هذو نزيدو نمشوهم شويه، هذه اللي تكون زائده نحيها، اللي تكون بيان سور تقطعت لك غلط. شوفيها بدات بدينا نتحصلوا شويه ساخنه، راهي شويه مجينتني في الخدمه بصح لازم نوري لكم باسكو دوموندوها بزاف، وانا حطيتها في الفيديوهات بصح كيما قلتوا لي حبيت نديرها في فيديو سبيسيال تاع تزيين السلطه باش ما تظلوش تحوسوا. هذه هي، ودعوا لنا معكم دعوه الخير فقط. ويدي راهي تحرق من البطراف معليش. المهم الورده راهي بدات تشكل. الفيديو اليوم راح يجي طويل بصح وشنو راح تستفادوا ان شاء الله منه بزاف. راكم تشوفوا شكلنا الورده نتاعنا وخرجت كبيره وشابه ولون تاعها شباب. دوكا نروحوا للورده الثانيه بسم الله، نفس الشيء نفس الطريقه. لازم تكون عندك كيما نقولوا بالعقل بالعقل، تعاودي تخدميها باريحيه وتخدميها بسهوله. وشنو دي فوا الاوانس ولا السيدات مع الاول كي يشرو في سعدهم، استغفر الله يا ربي مش مليحه الكلمه هذه، في هذاك النهار يطيحوا فيه بطرف شارف فيه الخيوط هذاك في الوسط، اوتوماتيكمون ما تخرج لهاش الورده. ومن بعد يا واش تقول لك، تقول لك الورده ما عرفت لهاش ولا الشكل تاع الورده هذيك يا اختي، باسكو النوعيه تاع البطراف، النوعيه تاع البطراف ماشي مليحه. البطراف كي يكون تاع وقته كي يكون شارب ما كي يكون ماشي شارف يخرج لك شباب، ولازم يطيب مليح مليح، لازم يطيب في الكوكوطه 35 دقيقه ولا 45 دقيقه في طنجره عاديه حتى 50 دقيقه يطيب لك مليح. باسكو الا ما طابش مليح ما يتشكلولكش البيتيلات، ولا كانوا البيتيلات الشرائح كانوا هكذا حنعاود لكم نفس الشكل. لا لا ندير لكم الشكل الثاني، ديروا هكذا شغل كيما نديروا لا بات دامونت. شو كيما نخدموا الورده تاع لا بات داموند، وبداو تلصقوا في البيتيلات بالوحده. مي وشنو هذه تشد اليد شويه، تشد تبدا بالوحده وتلصقي قدام خوتها هكذا، تشد اليد شويه يعني فوالا. قلت لكم كاين طريقتين، ومن المستحسن ديري الطريقه الاولى اللي هي طريقه عمليه وسريعه في نفس الوقت. لاحظي سيداتي وما تخافيش، تصيبي حاجه مقطعه ولا يعني راح تخبى العيوب كامل، راح يتخباو على الداخل. انا الطريقه الاولى اللي تساعدني احسن بتله يعني كيما نفس الشيء تاع لا بات داموند اللي هي عجينه اللوز ولا عجينه السكر. لا بات سوكر ماشي لا بات داموند، لا بات سوكر فوالا، يعني نتحصل على نفس النتيجه ولكن السرعه ليست في نفس الوقت، ليست نفس السرعه، ليست نفس الشارجور.
الله المستعان. المهم دوك نكمل لكم التقنيات نتاع السلطه، واللي جاها الفيديو طويل تسمح لنا، حنا خلصنا عليهم هذو الحوايج وما وراهم مناش. نتوما راكم قاعدين تستفادوا باطل دعوه الخير فقط. هذه هي. السلام عليكم ورحمه الله. وبعد نعاود نولي شوفوا الشكلين نفس الشيء برك الطريقه كما قلنا، الوقت فقط. عليك السلطه تاعنا هذه المره المقبله ان شاء الله ندير لكم فيديو كيفاش تقطعي السلطه، السلطه اللي تحبها ام ريان وزميلاتها. هكذا انها سلطه شهيه. اليوم ما شويتش الحرمه فنشويه، كي جا هذا ونشراه لي صحاب العرس، جا متاخر سما درتو هكذا خضر بصح ثاني يجي بنين. الله الله. هنايا الديكور نتاع الزيتون تاع واش يقولوا له تاع الحميس. هنايا نخيرو 5 حبات نتاع زيتون، استغفر الله ربي، 6 حبات نتاع زيتون. راكم تشوفوا راني نصور بيد ونوسي بيد، اسمحوا لي. فوالا نديرو 3 حبات هنا، بسم الله نديرو 3 حبات كبداية، 3 حبات بيان سور. المعدنوس تقطعوه قصير ماشي وجاغوس نتحطوه. بعد نديرو حبتين في الجوانب هكذا، راني نصور اسمحوا لي وراني نفهم فيكم. ومن بعد الحبة الأخيرة نديروها في الوسط مع النهاية هكذا، تقدري تجبدي بيدك شوية باش تتحفي الحالة. فوالا هكذا يعني هذا التشكيل السهل. فوالا تحصلنا على عنقود جميل. وكما قلت لكم الزيتون الاسود لازم كي تغسلوه مليح، تغسلوه 3 مرات ولا تغسلوه من بعد ديروا له الزيت راكم تشوفوا باش ما يجيش مضبب. هذه هي الحبه تاع الطماطم كيفاش نقطعوها، باسكو كاين اللي يقطعوها هكذا تقطعيها كيما زمان، مثلا السميه غسيل حبه طوماطيش هذه مغسوله، نقطعوها بالعرض هكذا بهذا الشكل بلا ما تنحي لها هذه الاخرى تاعها بيان سور، هذوك نحيوها بسم الله هكذا، وتقطعيها شرائح حتى هذا يعني يلعب دور في التزيين. كي يكونوا الشرائح هكذا ديريهم شرائح متساويه، كي يكونوا بهذه الطريقه التزيين تاعهم يجي شباب. سميه تعيشي هذه الطوماطيشه كبيره مانيش حابه نخسرها، الطوماطيشه صغيره باش ما نخسرهاش. هذه فوالا هكذا باش من بعد علاش نقطعوا بهذه الطريقه باش من بعد كي نفتح تجيني على شكل مروحه، تجيني على شكل مروحه. شفتوها في الصحن كيفاش نحطها، تجيني على شكل مروحه هكذا ما تدوريش عيشه من بعد. المهم قلنا زمان كان يقطعوها هكذا ولا في البيوت نقطعوها هكذا، تقطعيها بهذا براج براج كما نقولوا. لا لا ماشي هذه الطريقه، هذه الطريقه ديري تزيين وحده اخر، حبيتي ديري تزيين واحد اخر تاع قلب ولا. المهم حنا قلنا بالعرض، بالعرض هكذا نحو هذا لوبو هذا دائما نحوه، ومن بعد ديري به لاصوص صلصه الطماطم ولا لا حبيتي يعني كي تجمعي كميه كبيره ديري بها صلصه الطماطم. هذو الليبو هذو اللي قعدوا هذو مع الاخر استعمليها في صلصه الطماطم، ولا انا لا بديت نقطع الافونس نديرها في الشوربه. هذه هي ديريها في الفريجيدار في الفريغو، خليها ما عندكش الوقت ديريها في الثلاجه ومن بعد استعمليها للشوربه راكم تشوفوا. الله يبارك. ها دوكا شدي دوكا نبداو مع الخيار، ما توسيش يدك سميه تعيشي ما نهزش. بيان سور بسم الله. ديري هكذا بشكل مائل بشكل مائل فوالا كي تشوفي نديرها شكل مائل. نقطع هذه الحبه خياره ماشي كبيره بزاف، نقطعها نتحصل على قطعتين نتاع الورق ورقه الخيار. فوالا راكم تشوفوا الشكل تاعها اللي تحصلت عليه، نزيد الثانيه هكذا نحي لها لوبو هكذا، هاني تحصلت على ورقتين. نبدا لكم هكذا ندير لكم انايا 4 قطع ان شاء الله هكذا، وتعاودي تولي منا باش ما تخسريش بزاف الخيار. هذو راهم زوائد، هذو زوائد نقدروا من بعد نستعملوهم في شكل ثاني بسم الله. يعني هذا الخيار الاغلبيه ما ينتكلش، انتم حبيتوا يعني ديكور نتاع سلطه جديد وراقي سمحوا لي. ليسونسييل ها هو لهنايا، هانا نقطعوا معينات لازم المعينات هذوك ينفصلوا عن الحبه تاع الخيار. هاي لك معينه تنفصل عن الحبه تاع الخيار، شوفوها باش نتحصلوا على هذه ثاني تجي زائده. هنايا راكي تشوفي هذه زائده فوالا، هذه من بعد تستعمليها في ديكور ثاني.
المهم فيها شوية يعني تبذير هذه يحبوها. الله غالب راكم تشوفوا تحصلوا على ورقة، ورقة نتاع خيار جميلة. نعاود لكم، تقدروا طريقة ثانية تبدأوا منا باش ما تخسروش بزاف هذاك تاع الزوائد، تبداو منا هذه الاولى نخلوها هكذا. انا عندي لخت خبز في يديا، يعني نقطع بشكل ما نقطعش يعني شكل احترافي. الله المستعان، قطعي هكذا كما قلنا معينات، لازم يكونوا شكل تاعهم متساوي، توصل الجوانب مع بعضها هذا يتنحى. يعني هنا بدينا بطريقة عكسية، تقدري تبداي من الفوق للتحت ولا العكس، يعني المهم كل الطرق تؤدي إلى روما. المهم خميس الخشنة فوالا هكذا كملنا الورقة تاعنا، ونبداو نفتحوها هكذا تحصلنا على ورقة جميلة وكبيرة. من بعد يعني التشكيل انتيا تسقميها في الصحن كيما تحبي. هذه هي سيداتي، ان شاء الله تكوني استفدت. هالك الزيتون بعد ما غسلناه وكيما وريت لكم الطريقة، درتو في القوالب، هذه قوالب بلاستيكية جوتابل، هذوك راكم تشوفوا قوالب على شكل قلوب، تجي الشكل تاعها شباب، مام تجي السلطة تاعكم مرتبة وما يطيح لكمش الزيتون. دي فوا شغل كيكونوا لي سيرفاز مزروبين ولا يطيح لهم الزيتون، هكذا تجي السلطة تاعك جميلة، شكل جميل ومرتبة. وثاني كي دي فوا تفضل انا واش علي من ركزت على جلد، دي فوا كتفضل لي لاصالاد ولا غير نرموها بها بزيتون تاعها بالاخر باسكو تكوني مزروبة لاصالاد هذاك تاع مع الاخر، سيرتو رانا في وقت نتاع كورونا والاخر، سيتادير هكذا نخليها داخل القوالب تاعها ونعاود نرجعها، نعاود نرجعها نحطها في بلاصتها، سينو كي تقعد داخل مخلطه مع لي زوت انغيديان نرميها. يعني بطبيعه الحال رانا هنا مع الدغيساج هذا تاع اللحم محلو، وهذا الحميس كيما وريت لكم درك الطريقه، يعني يخرج بزاف شباب في الورقه هذه راكم تشوفوا. الله يبارك. احط لك من فوق خليده، شتيهاش كيما جوزت لك البوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء كي نبداو نخدموا السلطه تاعنا، وجدوا الصحون تاعكم حطوهم رتبوهم هكذا بهذه الطريقه. عندي هنا 15 صحن، انا اللي ذق المكان درت 15 صحن. حنا لكل 20 لكل 100 شخص نسحقوا، سمحوا لي، لكل 100 شخص نسحقوا 20 صحن. الصحن هذا ياكلوا فيه 5 ل 6 اشخاص، هذا الصحن حطوا واحد في الطاوله. عندنا 100 شخص نسحقوا 20 صحن من هذو. عندي صغر شوفي هذا كنت حطيته هنايا، نبدا بالخليط هذا اللي وريته لكم نتاع لو شو فيولي. نبدا بالهواء الاول، ديري عمري المول تاعك هذا تاع القلب، والضغطي الضغطي ضغطي مليح. انا نوري لكم دوكا، ما حبيتش نضغط هنايا على جال باش ما نوسخش الصحن. فوالا انا ما فنضغط داخل الباسينه، مي بصح لازم تعمري شويه باش يخرج لك الطبيب تاعك. مساوي هنايا نديرو، شوفي اللون بلاسمون وين حبيتي تحطيه وحطيه. انا ندير هنايا بسم الله، نبداو شكلي قلوب سيداتي، شكلي قلوب ومشي، شكلي ومشي. رزيدي عايشه منا شكلي ومشي. دوك نكمل، دوك نكمل القلوب تاعي ونعاود نولي. دوك راكم تشوفوا كملنا الصحون هذو، هذو اللي هنايا كيما نقولوا هذا الخربشه هذه في الصحون، معليش باسكو حتى نخبوها ومن بعد بالسلطه ما تبانش، ماشي نمسحها ونبين لكم الحاله، نوري لكم كلش كيما ما فنخدم على ارض الواقع.
طماطم عندي كما وريت لكم قطعتها، دروكا نفتحوها على شكل مروحه ونحطوها دو كوتي لهنايا في الجانب في الزاويه هذه. وانت يعني انا وريت لك الشكل نتاعي، كل وحده كما نقولوا كل وحده تبدع واش عندها، كل وحده دير افكار اللي تحبهم. حبيتي تنقصي في الطماطم ديري غير شويه، حبيتي ديري هذه الكميه، من المستحسن ديري 5 قطع هكذا راكم تشوفوا. انا نكمل لكم الصحون هذو كيما ندير لكم. حبيت باش نزرب كي تبدا الطماطم، كي تبدا لو شو هذا كملي كامل الصحون، كي تبدا الطماطم كملي كامل الصحون، وكي تبدا السلطه كملي كامل الصحون. انا راح نوري لكم فقط الصحنين هذو نبدا معاهم. دوك راح ندير الكميه نتاع السلطه، نحطوا هكذا الكميه نتاع السلطه. وسيي ثاني انتيا هادو تحفي بيدك شويه، ماشي غير تحطي برك خربشه برك، يرحمك الله. ديريها لهنايا، ما ديريش كميه كبيره بزاف وما ديريش كميه صغيره. على السلطه لازم تكون مغسوله 3 مرات، المره الاولى في الماء عادي، المره الثانيه في الماء وخل، والمره الثالثه تشليها ثاني وبالورقه ورقيها بالطبع. فوالا دوك نجيبو الزيتون. عندي لهنايا دقيقه عشا، دوكا هنايا الجزر هاني دايراتو في نصف كره، هذه تاع السيده، هذا كسكاز تاع القدر نتاع الطين. انا ما في عندي نصف كره، هي نصف دائره ماشي نصف كره صغيره، ان دومي بالون. فوالا راك تشوفي باش نتحصل على كيما نقولوا حبه نتاع البرتقال. هاني دايره السيلوفان باش يساعدني. شويه قطعت لي عيشه اليوم الجزر، قطعته كبير شويه، باغ كونتخ واش ما فنقطع الجزر، قطعته شويه كبير. فوالا نسقمو شويه هنا باش نتحصل على شكل البرتقاله. كاين يعني تعمريه من الداخل بالبطاطا لا كوري ولا بالروز بالطايط، اما بالفرماج حطي من ثم خليطه دقيقه. هنايا نحط فوالا باش نكاسي الالوان فقط، تقدري ديريه عكسي باش يجي القلب ثاني. انا يعجبني بهذه الطريقه انتيا، فوالا يعجبني بهذه الطريقه. دوك ندير الورده، كوبي دقيقه راح نجيب الورده الخيار تاعنا، نبدا الورده فوالا نديرو لهنايا بهذا الشكل الجانب، نزيدو خطها. تقدري ديري جانب واحد، تقدري ديري جانبين هكذا، حطيها بهذا الشكل يعني كلش انتي تكوني مجدد وزانك كامل. دوكا نحط الورده نتاعي، عرفتي الضيق الله غالب، هاني نجيب بالحاجه الضيق كيكون ما يساعدش، الله المستعان. نحط الله هنايا ونخدمها الله غالب. هذه هي، هذا هو العمل، طيح لك تعاودي تسقميها، بناء مستقبل. فوالا مستقبل زاهر. ونفتحوها اكيد تفتحيها تشكليها كيما تحبي انتيا، تكبريها ولا فوالا. هكذا هذو لي شوت هذو تعاودي تدخليهم تسقميهم بيدك، فيها خدمه راكم تشوفوا باللي فيها تدي وقت كبير. فوالا هكذا راني تحصلت على ورده. دوك نزيد ندير النعناع هنا، مازال يطون والبيض. فوالا دوك الذره لازم تغسلوها كما نقولوا، انا يساعدني فنجان خير صبت فناجل اللي عندهم شويه كبار. فوالا نحطوا الذره كما نقولوا بشكل عشوائي هكذا. الذره اكيد لازم نغسلوها من المواد الحافظه. طوماطيش سميه كملي قطعيها الله يسجيك، والله ما ساعدنيش الضيق اليوم. الطون درك نديرو الطون، هكذا انتيا ما تشوفي لومبلاسمون تاعك، مازال لي غير البيض برك لهنايا. هي جابت لي خالده البيض يعطيها الصحه،
فوالا البيض ديري كيما تحبي ديري هذا الشكل ولا شكل نتاع ابراج كيما ما في ماشي ابراج شكل نتاع رحلي للاسم. المهم هذه هي تكوني انت وجدتي كامل عطاك الصحه عائشه وجدي كامل الدوزان تاعك حطيه وبداي تخدمي. راكي تشوفي كي وريت لك مع الاول وريت لك انا هذا الطبق هذا دوك حنايا واش نديرو كي درنا السلطه كي درنا مع الاول واش يقولوا له هذا الكرم بالبنفسجي كملنا كامل الكرم بنفسجي. تقدري ديري هذا تقدري ديري لا ماسيدوان وهذوك ماشي شرط في زوج ماشي ضروريين. يعني انا وريت لك برك المبدا نتاع السلطه كيفاش تحطيها الله يبارك. تبداي تحطي لا ماسيدوان تاعك كامل لا ماسيدوان تفوتي فيها هي الاولى ومن بعد سلطه ولا طماطم كامل ومن بعد الا درتي الثوازيام ايتاب طماطم تكملي كامل بها ومن بعد تكملي بالجزر كامل اللي باش تحطي الورده نتاعك الاوراق تاعها مع البطرف ومن بعد تبان لك لومبلاسمون وين تحطي الزيتون والاشياء الاخرى. عندك تكوني مجده دوزانك كامل مش تبداي بالحاجه البيض يكون مقشر لاصوص فينيكات مخدومه لاصوص فينيكات انا وريتها لكم في القناه زوج كيلات نتاع الزيت كيلة نتاع الخل كميه مليحه نتاع الثوم كميه نتاع لاموتارد اللي هي زوج مغارف تاع ماكله في زوج كيلات هذه هي مع شويه نتاع السكر باش نحو الحموضه هذيك. وبينا بينا صلاة الناس ان شاء الله تكونوا استفدتوا. دوكا كي نكملوا السلطه نتاعنا نوريها لكم كامله جاهزه هذه هي. والسلام عليكم ورحمه الله. خليك السلطه على اطباق التقديم راني شويه مزروبه يعني انتم ما فهمتوش تشوفوا السلطه هذه نوريكم فقط الاطباق راكم شفتوا نوريكم فقط الاطباق اللي حضرناهم اللي جهزناهم باسكو حنا نبداو نعشوا فوالا والليسباس الضيق ما كاش. هذه هي درنا اليوم الرولي شربه سميه سبيارة شربه عمري لي باش نوري لهم برك في شيء. المهم هذا الليمون مقطع هذيك الرولي ولا طاجين الرخام ولي فيون داشي فارسي او فرماج مع لاصوص اوزوليف وطاجين ولا طاجين الرخام كيما نقولوا لو بلا ماردغي. رانا في الدهاليز الثلاث ان شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم ومن بعد ندير لكم فيديو على العرس هذا ان شاء الله.